صلى الله عليك. يقول السائل: أنا أصوم النوافل ولله الحمد والمنة، ولكن إذا صمت يقول لي والدي لا تصم في الصيف لأنه حر ويسبب العطش، ويقولون إنه يسبب مرض الرئة، وأنا ولله الحمد أتحمل العطش، فأقول لهم ذلك ولكن لا يقتنعون، فما الصواب؟ إذا كان الدافع لوالديك نهيك عن الصيام من أجل أن تخدمهم وتقوم بأعمالهم، فلا شك أن خدمتهم والقيام بأعمالهم أفضل من الصيام التطوع. أما إذا كان ما هو بالحاجة وإنما إشفاق عليك فقط، وأنت تعرف من نفسك الاستطاعة، فإنك تصوم وتقنع والديك بأنك تستطيع الصيام وتريد الخير، وما أظن أنهم سيمنعونك إذا بيّنت لهم هذا، لأن قصدهم الشفقة عليك. فإذا بيّنت لهم أنك تستطيع ولا حرج عليك، إنهم سيقتنعون ولا يحرمونك من الأجر. نعم.